نروح الى خلينا نبدا من اولى استطاعتنا من مدينه الناصريه. يمكن شاهدنا في الحلقه الماضيه يوم امس انه معاناه مدينه الناصريه اكثر من منطقه شاهدناها، يمكن الخميسات وال البو حبوش هي تعاني من غرق المناطق مالتهم بسبب مياه المشاريع المجاوره الى المناطق مالتهم او بسبب انه مياه الامطار والمياه العاصنه. اليوم راح نشوف حاله اخرى ايضا في مدينه الناصريه، لكن في وسط مدينه الناصريه اللي هي المستشفى التعليمي اللي اسمها بنت الهدى. المساحات اللي دار مدورها كلها غرقانه بمياه الامطار اللي يسموها البعض بمياه الامطار، اما انه هي بالاصح او بالواقع انه هي مياه آسنه، وتهدد هذه المستشفى بالانهدام او بالزوال، لانه هذه المياه محاوطه المستشفى من كل جوانبها، فبالتالي اذا دخلت هذه المياه لاساسات المستشفى، المستشفى راح تكون هائله للسقوط. الان خلينا نتابع هذا التقرير وبعدها نرجع لكم. سعد، جاي نشوف هاي المياه اللي تغمر مستشفى بنت الهدى من كل الاطراف مالتها، شنو السبب هذه؟ الحقيقه تعرف انت هذا المستشفى انبنى من عام 1985، هو منخفض، والاراضي اللي يدور حولها اكثر ارتفاع، وهي هذه الاراضي القطاع الخاص، وما موزعه بسبب يعني عدم تقسيمها من قبل القطاع الخاص، مما يؤدي الى ان تكون هذه بحيرات، هذا الماء الموجود بها مياه الامطار راح يصير تأثيرها على المستشفى، وبالتالي احنا مجرد ما يصير مطر قليل المستشفى يعني يغرق من الماء، وبطرقنا البدائية يعني حقيقة، لأنه ماكو طريقة أن الماء إذا أكثر ارتفاع من مستوى المستشفى من الصعب حل المشكلة، فبالتعاون مع الأخوان في مدية المجاري وبوجود كادرنا نقدر نحل المشكلة، يعني نخلص من الماء الموجود داخل المستشفى. طيب أستاذ أسعد، اسمح لي خارج المستشفى، احنا نريد أنت تقول احنا اكو تعاون ويا مديرية ماء المجاري، احنا ما شفنا هذا التعاون الموجود. نعم، هو الحقيقة هم إمكانياتهم أيضا، احنا أكثر من مرة راجعهم عن طريق السيد المدير العام ومجلس المحافظة، هم إمكانياتهم أنه منظومة تصريف المياه، منظومة يعني الشقق السكنية لا تفي بالقضاء على هذا المنسوب العالي من المياه، يعني منظومة صغيرة لا تكفي بسحب هذه المياه، وبالتالي هم مضطرين أن يعني يعالجون بس المناطق اللي بها سكنة، مثلا منطقة العمارات السكنية والمستشفى، أما هذه الأرض ما راح يعالجونها لأنه تأثيرها محدود، يعني ما تأثر على سواء المستشفى وكذا، الناس ما لها تأثير مباشر، وذلك يتركونها. المياه الآسنة أو المياه اللي محيطة بالمستشفى، التصريف هذه المياه دا يكون عن طريق مجاري المستشفى، وده تسوي عبء علينا، عبء على العمال، منظر غير لائق بالمستشفى. مستشفى ولادة وأطفال، لازم يكون منظره يكون لائق يعني بالاستقبال مرضى، تعكس فد جو جميل، لكن هذه المياه دي تسوي فد جو أو فد منظر غير لائق. إحنا نشد على أيدين المحافظة أو المعنيين في هذا الأمر أنه يسارعون بحل هذه المشكلة. مياه الأمطار أو الأمطار من يصير الجو مطر، يعني نلاحظ يعني أكثر المراجعين يشكون أنه المياه تركد أمام باب المستشفى، يعني يعيق عمل دخول المراجعين. نعم، إحنا بكل مطرة جاي تشكل عندنا غرفة عمليات مصغرة. نعم. المعاون الإداري أستاذ سعد والمعاونين الخفر والكادر الموجود، يعني حتى عناصر الاستعلامات هم تطلع برا تظل تساعد جماعة الفندقة على مود نسحب الماء ونطلعه ونأمن طريق للمواطنين. مرحبا، اهلا وسهلا بك. ممكن تحكي لنا المريضه اللي تجيكم على الاستعلامات، انت وصفتك موظفه استعلامات، من تجيكم والمي موجود داخل المستشفى وشلون تعاملون وياها؟ شيء اكيد نساعدها احنا بمساعدتها، اول ما تجي مثلا بلل هاي نشب ملابسها نقعد على الكراسي هي او طفلها نقوم بواجبها.
شنو ردة فعل المريض او المريضة او الطفل المريض اللي يجيكم مبلل وكله مي، شلون تتعامل يعني شنو ردة فعله يعني يجي مستاء؟ طبعا هو شيء اكيد راح يجي تعبان، طبعا رايحة هنا ما راح نتعب احنا بالزايد، شيء اكيد نشم ملابسه يرتاح له في نص ساعة ساعة زمان، ذيك الساعة يقوم باجب الدكتور والبنات الممرضات واحنا نساعدهم. انتم تعانون من هاي المياه الموجودة خارج سياج المستشفى؟ اي طبعا نعاني من هذا الشيء. شنو معاناتكم؟ شيكنا على سحنا من نطلع لبيوتنا ما نقدر نطلع بيوتنا، الماء وين ما كان يعني خارج المستشفى داخل المستشفى هاي ماي. طيب احنا شفنا احنا حال الناصرية، يعني الناصرية يوم بعد يوم اكو مناطق، يعني مو نقول منطقة واحدة فقط، حتى نقول انه يا بقى هاي المنطقة تعرضت الى أسباب معينة، قد يكون مشروع البدعة في منطقة الخميسات مثلاً، أو إنه مشروع التجاوز من البناء العشوائي مثلاً. يوم أمس البحبوش أيضاً عندهم معاناة، وحسب ما كان عندنا اتصال يوم أمس مع السيد رجاء أو رجاح مطرود رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة، يوم أمس قال إنه هم عايشين في منطقة عشوائية، فيعني كانوا ماشي نسوي لهم، هم قاعدين في منطقة هي بالأساس كانت عبارة عن هور، يعني كان أمس كلام غير منطقي حقيقة وغير مقنع بالنسبة لنا ولأهل المدينة. يعني إذا هم ناس عراقيين قابل ناخذهم ونذبهم، ناس ما عندهم فاضطروا إنه يبنون في مثل هكذا مناطق، والمفروض يعيشون في منطقة يابسة، من إجوا وبنوا مستحيل بنوا على مساحة من الماء، أكيد كانت هناك يابسة وبنوا عليها. فهذا كلام المنطق المفروض إنه يكون إنه إحنا راح نقوم بعملية أو راح نشكل لجان على الأقل اخدعنا مع مثلا. لكن اليوم أمس إحنا ما افتهمنا الموضوع، اليوم مستشفى في مركز المدينة، مستشفى تعاني هي من الغرق، لأن تعرفون من يرتفع منسوب المياه والآن هي في منخفض عن المساحة اللي حولها، فالماء يدخل، لكن المستشفى تضطر بين فترة وفترة تقوم بحملة لاستخراج الماء من المستشفى بمساعدة بعض الجهات. طيب نبقى احنا على هذا الوضع؟ والناصرية من المدن الغنية وإلها ميزانية، وهي طلعت ذيك المرة بالاستفتاء اللي عرضناه قبل فترة، استفتاء انه المدة المنجزة او المشاريع المنجزة كانت ضعيف جدا. طيب ليش ما اكو من الحكومة المركزية هناك معاقبة لمحافظ الناصرية ولكل من موجود في الناصرية لهذا الإهمال؟ اليوم حاولنا نتصل. والسؤال الأكثر اللي هو انه المحافظ وين؟ محافظ مدينة الناصرية وين؟ ليش انه ما يشوف محافظ مدينة نيسان العمارة او المحافظات الشمالية اللي هي تنجز وتقوم بواجبها، يعني تكريما لابناء المدينه او تكريما لابناء منطقته، حتى انه بالمستقبل راح يساعدونه بالانتخابات القادمه اللي راح ينتخبونه ويعيدون ويجددون الدوره اللي هو سبقها لانه قدم انجازات لهذه المدينه. صحيح. اليوم محافظ الناصريه ما اعرف وين، وبالتالي انه هذه الناصريه اكثر من حاله شاهدناها، هي مأساوية بدايه من المدارس اللي تهدمت ومن بنت قبل 3 سنوات لحد اخر حاله اللي شفناها هسه مستشفى. يعني ماكو شيء عندنا احنا في الناصريه يدعو الى الفرح والايجابيه. محافظ الناصريه اليوم حاولنا الاتصال به لكن هو مسافر خارج العراق. ايضا حاولنا نتصل مع السيد مسلم الحسيني معاون المحافظ شؤون الخدمات، ما يرد على الهاتف رغم ان احنا متفقين وياه قبل البرنامج، وما نعرف شنو قضيه الناصريه. اذا تخافون من التصريح تركوا كراسيكم للناس اللي تستحق وتقدر تدافع عن محافظتها. طيب.